السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبي ديزات، قناه اللي نتكلموا بها خاصه ضجه كبيره اللي راهي في اللي حدثها رياض محرز بعدم اشراك خاصه وين غوارديولا، وين شنا تهجم كبير من طرف انصار خاصه جزائريين وانصار مانشستر سيتي وبعض والفانيك كاين انصار تاع لايستر سيتي، انصار من ايطاليا، من المانيا، من اسبانيا، من فرنسا، جزائريين وين هاجموا بقوه مانشستر سيتي على الحقره التي تمارس ضد رياض محرز. وين شنا كيفاش شنا رده فعل قويه كانت من طرف انصار خاصه محبين لرياض محرز، وين شنا كيفاش الاعلام الانجليزي متفاجئ من غوارديولا وينصف غوارديولا كما نقولوا حنايا واقف مع رياض محرز. حنايا اليوم وين شنا تفاجئ الاعلام الانجليزي من استبعاد رياض محرز في اخر مباريات مانشستر سيتي في اطار الجوله من الدور الانجليزي الممتاز من الجولات الاخيره كما نقولوا حنايا الدور الانجليزي الممتاز، حيث قالت صحيفه انه يعامل بيب غوارديولا يعامل رياض محرز لعاب نقولوا حنايا كلعاب نعرفوا يعامل رياض محرز شنا كيفاش الناس اللي يتكلموا على نقولوا بلي يتكلموا على رياض محرز ويتكلموا على مانشستر سيتي ويزيدوا يدخلوا في الصوره، يدخل لك يحوس يدمر لك دائما يحوس يدمر في كسموه في صلاح مي تشوف انت يا مانشستر سيتي تشوف البنك اللي عند مانشستر سيتي وتشوف البنك تاع كسموها تاع ليفربول ماشي كيف ليفربول ما عندوش البنك. شنا كيفاش هذا صلاح تاعكم هذا كيفاش كان في الديبي تاع الشامبيونا وين الكلوب عطاه خلاه يلعب، كان في فتره فراغ كان يمر في فتره فراغ وين خلاه يلعب. ساكي تروح لمانشستر سيتي، مانشستر سيتي فيها راه خيسوس راه لعابه ما مش يلعبوا. حنا نبغوا محرز على ديك، حنا نتكلموا على محرز ديك الناس هذو لي وين يتكلموا على رياض محرز اغلى لعاب في تاريخ وين اغلى لعاب في تاريخ نادي بهذه يتعامل معه بهذه الطريقه على الاقل ابقائه في كرسي الاحتياط. وين شناه بارمي لي 18 مكاشي وين فماك للناس شافت بلي هذا اللعاب راه محقور. وأضاف نفس المصدر أن هذا الأمر سيؤثر على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لسنة 2016 وعلى المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن يراجع حساباته ويعامله معاملة تليق بسمعة اللاعب الذي نجح في أول موسم له مع مانشستر سيتي. سبحان الله مع مانشستر سيتي نجح مع لايستر سيتي ونعرفوا بلي رياض محرز هو الذي هو اللي صنع لايستر سيتي. هاني بالك نتوما كاين زوج في الموند، كاين رياض محرز كاين مارادونا وكاين رياض محرز. مارادونا مع نابولي ورياض محرز مع لايستر سيتي، هادو دو جوار اللي رفضوا لي زيكيب تاعهم من تحت طلعوهم. محرز هو اللي كان يسجل اهداف في لايستر سيتي باش ليكيب تاعو طلعت الناصر للسيبر البريمي ليغ، وشنا كيفاش هو اللي كان متزوج بهذو لي زيكيب، كان متزوج هذه مانشستر سيتي متزوج صلاح ما كاش كاين. صلاح كان يلعب في الشامبيون تاع الشيكولا كما سماها بالشيخ، كان يقول لهم الشامبيون تاع الشيكولا. اما لا راه نقول لك بالشيخ صلاح اللي تعشق فيه، صلاح اللي انت اللي تعشقوا في صلاح، انتوما اللي تعشقوا في صلاح. صلاح جا من الشامبيون تاع الشيكولا، اداه مورينيو من الشامبيون تاع الشيكولا. صلاح اكتشفه مورينيو، هو اللي جابه، هو اللي نشعه
من وسط الشيكولا باش تهدر في صالح. لازم مي تهضروا على صلاح كيما نتوما، حنا فين نقولوا بلي مورينيو اكتشف صلاح؟ خاطش عليه انا شت بالشيخ، شت بوحنيكا يقول لهم للامانه بالشيخ اكتشف اللعاب. هذاك اللعاب شحال عنده 24 عام، يقول لهم هو اكتشفه 24 عام اكتشف اللعاب. اللي قال ما تدخلش في الراس، كون يسمعوا المكتشفين على بالك بلي ميسي في القماطه شراوه، برشلونه راح تشريته جابته من الارجنتين في القماطه، في القماطه راحوا جابوا هذوك واه مكتشفين. صح انت يا كي واحد يلعب يكون في بشار يطلع البارات ويلعب يطيح وينوض يجيب بوحنيكا يدير لكم هكا. للامانه شكون اللي كتب كيما نهار حتى بوحنيكا تا قلتها لك بس سكت، وانا نعرف شكون اللي قال لك تا قلتها لك بس سكت، هاكا اسكت خير. كان يقول لهم للامانه بالشيخ اكتشف ادم الونس. تاكو يسمعك بابا، تاكو يسمعك بابا بلي راك تقول بلي بالشيخ اكتشف بابا، من حيت كان ادم الونس فيليبوسا يتبع فيه حاطوا عليه يقول لهم هذا ايه هذا برك انا ذا خلوا لي ذا برك، ميكا فيليبوسا يقول لهم خلوا لي ذا. نتوما راكم تلقاو اللعابه، تلقاو نتوما الصحافه راك اي مطلوق راكم تلقاو اللعاب، روحوا سقسوا ادم الونس تابو حنيكه روح قول له على بالشيخ. لا يعرف الشيخ والله ما يسمع به، والله ما يعرفه، هو حاكم الدان. انا نقولها لك كان مع باباه حاكم الدان، جا مد لهم الخمسه مي راح قال له هذا شكون، والله العظيم وانت تحاسب عليها امام الله هذه الكلمه، قال له هذا شكون ادم له الناس قال بابا، قال له هذا شكون، هذا ما نعرفوش شكون. شو كيفاش حنا شكون مقاضبين الاتحاديه؟ هذو اللاعبين ما يعرفوهمش، وين تحاسب في لافريك في لوروب وين يعرفوهم؟ امو هذاك عدلي تاع باريس سان جيرمان طردتهم، طردته هو وزتشي. نقول لكم وين طردته؟ تعقلوا لها اللي وراوهم قاعدين في قهوه تاع يبيعوا لي بورتاب في فرنسا، كانوا رايحين باش ماشي رايحين باش يديروا العقود مع بالماضي، كانوا رايحين باش يتصوروا برك مع بالماضي، يديروا تصاوير يطلعوا يبينوا بلي حنا جبناه، حنا على بالنا كاع شكون اللي هضر مع جمال بالماضي، وشكون شكون اللي ضمن جمال بالماضي، على بالنا كلش. وين فماك بروفيتي وقال لك نروحوا مكان لا موعد لا منا لا ملي. شوف جمال بالماضي كي يعرف كيفاش راه داير موعد مع عوار باش يتكلم نهار لا دات، كيفاش يتكلم معاه وين تيتلاقى به. هادو راحوا كيما تطلبوا خير كي راكي داير راكي بخير، جينا نشوفوا عوار، جينا نشوفوا عدلي. قالت لهم الكار ضرب كيعاود يولي، ركبوا خما طيحوا اون با خما تباتوا برا، ها راه الكار روحوا ركبوا روحوا. طردتهم هتشو كيفاش، كيما نهار حداد نهار اللي دخل الاتحاد الفرنسي قال لهم جينا بنديروا بارتيه بيناتنا. يا ولدي انت حسب ما هاك وجاو يعرفوا، ما يروحش يدخل الاتحاد الفرنسي ويقول لهم بلي بيديروا بارتيه، ما كاش كاع هذه قسم له كيما هنايا يضرب الباب على الوالي ويدخل. دي داك بروجين دي ديك الرمله ندي من هذيك الزيت تاع السيمانه نديه طاف 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 اي كلش تاح هذه ما بقاتش. راه الاتحاد الفرنسي قال بين نلعب هي رواحها كانت غير هكا وين شلنا كيفاش، وين الاعلام الفرنسي يتفاجأ وين تفاجأ بالمعامله ومن الاعلام. وغادي نقولها لكم كاين لي ناس كاين اللي يقول لك كاين اللي يقول لك برك ما تكذب علاش تقولوا تكذب بصح من بعد تعرفوا هذه صح. انا بقول بلي رياض محرز مجلات مشهوره في العالم، مجلات مشهوره العام اللي العام اللي فات من هو وفاردي لي سولي تاع تاع اللي لعبوا بهم تاع الاشهار اللي داروهم تاع اللي طالع الالاستيك طالع حتى الفوق. على بالك بلي هذيك الشركه وعندها صحفيين تاعها عندها مجله عندها المجلات عالميه مشهوره، وين راهي دايره ضغوطات، وين الصحافه دايره ضغوطات، لازم رياض محرز يلعب بس محمد. هم شارين صور تاعو اموال باهظه على مانشستر سيتي، هم شارين اموال كبيره. إيه انتم في ريسك على رياض محرز ما ضحكش، داروا بلي رياض محرز ما ضحكش، لا الصوره تاعو لازم تمشي، رياض محرز لازم يمشي. اكبر مجلات في العالم مشهوره، اكبر صحافه، اكبر مواقع عالميه شارين الصوره تاعو، شارين الاسم تاعو باش يهضروا عليه. هذا بزنس راه كيما هكا بصح في اطار رياضي، بزنس ماشي كيما عندنا احنا لهنا كيما
البارح كانوا يحوصوا البرج باش تربح عنابه، غادي زاتشي غادي يطرد، غادي يعاقب لاربيت اللي دار عنابه البرج، غادي يعاقبه خاطش عليه خسر. قال له كيفاش كيفاش ما خسرتش عنابه. هذه هي تحيه الجزائر، تحيه اللاعبين المحترفين والله، مشي هما والله العظيم للفكارين يديروا لي شورت يجوا يربحونا. تحيه الجزائر.